مساء الخير وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من شوط إضافي تتابعون فيها. فينيسيوس ضحية العنصرية من جديد في إسبانيا وحملة تضامن عالمية مع النجم البرازيلي تتابعون أيضا. بروسيا دورتموند يقترب من إحراز لقب البونسليغا لأول مرة منذ 11 عاما بعد فوزه على أوكسبورغ بثلاثة أهداف نظيفة. أهلا بكم. حالة من الصخب ضج بها عالم كرة القدم مساء أمس بعد الأحداث المؤسفة التي رافقت مباراة فالنسيا وريال مدريد لحساب الجولة 35 من الدوري الإسباني. بطل القصة كان فينيسيوس جونيور الذي طرد بالبطاقة الحمراء من المباراة بعد اشتباك مع أحد لاعبي فالنسيا. لكن قبل هذا التوتر كان الملعب بشكل كامل يتعرض لفينيسيوس بعبارات عنصرية وصافرات متواصلة إضافة لخشونة من لاعبي الفريق الخصم، وهو ما حول المباراة إلى ساحة من الجدال المتواصل أوصلها لمئة وسبع دقائق قبل صافرة الحكم لتنفجر مواقع التواصل الاجتماعي بعد الحادثة، خصوصا فيما يتعلق بالهتافات العنصرية. عقب المباراة كتب فينيسيوس عبر حسابه على تويتر تغريدة انتقد فيها إدارة الكرة الإسبانية وطريقة تعاملها مع التصرفات العنصرية خلال المباريات. النجم البرازيلي قال: لم تكن المرة الأولى أو الثانية أو حتى الثالثة، العنصرية معتادة في الدوري الإسباني، إدارة المسابقة تعتبرها عادية، الاتحاد الإسباني يعتبرها طبيعية والمنافسون يشجعونها. وأضاف جونيور: كانت البطولة في السابق تنتمي لرونالدينيو ورونالدو وكريستيانو وميسي، أما اليوم تنتمي للعنصريين، مختتما كلامه بأنه قوي وسيقطع الطريق كله لمناهضة العنصريين حتى إذا كان الطريق بعيدا. بعد تغريدات فينيسيوس خرج رئيس رابطة الليغا خافير تيباس برد عبر تويتر أيضا في حسابه على الموقع، حيث دافع عن الدوري الإسباني معبرا أن إدارة الليغا فعلت الكثير لمكافحة العنصرية وحاولوا شرح القضية لفينيسيوس عدة مرات، مؤكدا أن على جونيور الحديث بشكل صحيح وألا يدع نفسه عرضة للتلاعب، مضيفا أن اللاعب أو على اللاعب الفهم الكامل للكفاءات الموجودة في الدوري الإسباني قبل الهجوم عليه. أما نادي ريال مدريد فقد أصدر بيانا صباح اليوم دافع فيه عن مهاجمه البرازيلي مؤكدا اتخاذ إجراءات قانونية لحمايته من العنصرية. وقال النادي الملكي في البيان: يظهر نادي ريال مدريد استياءه الشديد ويدين الأحداث التي وقعت أمس ضد لاعبنا فينيسيوس جونيور، كما تشكل هذه الحقائق هجوما مباشرا على نموذج التعايش لدولة القانون الاجتماعية والديمقراطية. ويعتبر ريال مدريد أن مثل هذه الهجمات تشكل أيضا جريمة كراهية، ولهذا السبب تقدم بشكوى مقابلة إلى مكتب المدعي العام للدولة وتحديدا إلى مكتب المدعي العام ضد جرائم الكراهية والتمييز حتى يمكن التحقيق في الوقائع وتوضيح المسؤوليات. من جانبه أبدى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو تضامنه الكامل مع فينيسيوس مؤكدا على أنه لا مكان للعنصرية في عالم كرة القدم. وأضاف إنفانتينو أن فيفا يقف بجانب كل اللاعبين الذين وجدوا أنفسهم في مثل هذا الموقف، كما نصح رئيس اتحاد كرة القدم الدول باتخاذ عدة إجراءات تستخدمها فيفا لمكافحة العنصرية، وهي توقف المباراة والإعلان عن الأمر. ثانيا، اللاعبين يغادرون الملعب والحكم يعلن أنه إذا استمرت الهجمات سيتم إيقاف المباراة نهائيا وسيتم إعادتها، أما إذا استمرت الهجمات ستتوقف المباراة وتعطى النقاط للخصم. في ذات السياق قرر رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس الاثنين أن بلاده لديها مشكلة مع العنصرية في كرة القدم. قال روبياليس في مؤتمر صحفي في مقر الاتحاد بالقرب من مدريد: في البدء يجب الاعتراف بأنه لدينا مشكلة سلوك
التربية وعنصرية في بلدنا. وأوضح روبياليس أن على اللجنة التابعة للاتحاد اتخاذ الإجراءات اللازمة بغض النظر عن موقف غيرها من الهيئات، مؤكدا في الوقت ذاته أن إسبانيا تستقبل مختلف جنسيات العالم ويجب دحض وإيقاف العنصرية مهما كان مصدرها. من جانب آخر، طلب روبياليس الاجتماع مع رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم من أجل عرض ما يقوم به الاتحاد الإسباني من جهود فيما يتعلق بمكافحة العنصرية. نشر نادي فالنسيا بيانا عبر صفحته في تويتر للتنديد بما حصل في مباراة أمام ريال مدريد وتعرض اللاعب فينيسيوس جونيور لهتافات عنصرية. وقال فالنسيا في البيان: يود نادي فالنسيا أن يدين علنا أي شكل من أشكال الشتم أو الهجوم أو الإهانة في كرة القدم، ومن منطلق التزامه بقيم الاحترام في الرياضة يؤكد النادي موقفه الرافض للعنف البدني واللفظي في الملاعب، ويأسف للأحداث خلال مباراة الفريق ضمن الجولة 35 من الليغا أمام ريال مدريد. مع كونه حدث معزول في المباراة، لا مكان للشتائم تجاه أي لاعب للفريق الخصم، وهذا لا يتوافق مع قيم وهوية فالنسيا. كما يقوم النادي بالتحقيق فيما حدث وسيتخذ أقصى الإجراءات. من جهة أخرى، يدين نادي فالنسيا أي هجوم ويطلب أقصى درجات الاحترام للجماهير. وفي بيان آخر قال النادي إنه سيقوم بطرد المشجعين الذين قاموا بعمل إشارات عنصرية بحق فيني مدى الحياة. بعد اللقاء، صرح مدرب ريال مدريد الإيطالي كارلو أنشيلوتي حول ما جرى خلال المباراة، معبرا عن غضبه من الأحداث المتكررة مع لاعبه البرازيلي. تحدثت معه خلال المباراة لأن الأجواء كانت شديدة الحرارة، الوضع سيء جدا. سألته عما إذا كان يريد الاستمرار، لكن حتى هذه الحقيقة التي يجب أن أفكر فيها في إخراجه، لأن هناك جوا عنصريا، هناك خطأ ما. يجب أن أقوم بإبعاد اللاعبين إذا لم يلعبوا بشكل جيد، لكن إخراج لاعب لأنه يعاني من العنصرية أمر لم يحدث لي من قبل. ما حدث اليوم حدث من قبل، لكن ليس إلى هذا الحد، ليس هكذا، إنه غير مقبول. الدوري الإسباني لديه مشكلة، فينيسيوس ليس هو المشكلة، فينيسيوس ضحية مشكلة خطيرة تؤثر على كرة القدم الإسبانية. ماذا علينا أن نفعل؟ لست في أفضل مكان لاتخاذ قرار بشأن ما يتعين علينا القيام به، لكن لا يمكننا لعب كرة القدم بهذه الطريقة. سأقول الشيء نفسه حتى لو كنا فزنا. نعم، لقد خسرنا، لم نلعب بشكل جيد، وكنا نفتقر إلى الحافز مع فوز برشلونة بالدوري بالفعل، لكن هذا خطير للغاية. في كل مرة كانت لدينا الكرة ونهاجم، كانوا يسيئون لفينيسيوس، ثم في النهاية أظهروا له بطاقة حمراء. ما الذي نتحدث عنه حتى؟ أنا حزين للغاية، لأن الدوري الإسباني يضم فرقا رائعة وملاعب بجو رائع، لكن علينا التخلص من هذا. نحن في عام 2023، لا ينبغي أن توجد العنصرية. الشيء الوحيد الذي يجب فعله هو إيقاف المباراة. نعم، لدينا بروتوكول، وكان الحكم يقول علينا تحذير الجماهير أولا من أنهم إذا فعلوا ذلك مرة أخرى سنوقف المباراة. لا، علينا العودة إلى المنزل. أبدى الرئيس البرازيلي بدوره تضامنه الكامل مع مواطني فينيسيوس، مؤكدا على هامش مؤتمر صحفي في قمة العشرين في طوكيو اليابانية أن بلاده لن تسمح للعنصرية بالسيطرة على كرة القدم. أريد أن أبدأ المقابلة بلفت التضامن مع اللاعب البرازيلي الشاب الأسود الذي يلعب في ريال مدريد. في إحدى المباريات تعرض لهجوم شديد حيث أطلق عليه اسم القرد. ليس من الممكن أنه في منتصف القرن 21 تقريبا اكتسب التحيز العنصري قوة في العديد من ملاعب كرة القدم في أوروبا. ليس من العدل أن يتعرض فتى فقير نجح في الحياة، ومن المحتمل أن يصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم وبالتأكيد الأفضل في ريال مدريد للهجوم في كل ملعب يلعب فيه. في
أعتقد أنه من المهم أن يتخذ فيفا والدوري الإسباني والبطولات في بلدان أخرى إجراءات حقيقية، لأننا لا نستطيع السماح للفاشية والعنصرية بالسيطرة على ملاعب كرة القدم. أظهرت مقاطع عديدة جماهير نادي فالنسيا داخل ملعب الميستايا وهي تهتف ضد فينيسيوس بلفظ قرد، خصوصا أثناء الاحتكاك الأخير الذي تسبب بطرد اللاعب. نتابع. عدد كبير من اللاعبين الناشطين وحتى المعتزلين تضامنوا مع فينيسيوس بعد تعرضه للهتافات العنصرية في ملعب ميستايا. البداية للنجم الأسطورة البرازيلي رونالدو الظاهرة الذي علق عبر حسابه قائلا: حلقة جديدة من العنصرية في الليغا، إلى متى؟ طالما أن هناك إفلاتا من العقاب وتواطؤا ستكون هناك عنصرية. وأضاف: من غير المقبول أن الحكام والاتحاد والمسؤولين لا يتخذون إجراء وأن المشجعين يصفقون لمثل هذا العبث. هذا يكفي فينيسيوس، اعتمد علي في معركتك، إنها معركتنا. كيليان مبابي دعم فيني أيضا عبر حسابي في إنستغرام وكتب: لست وحدك، نحن معك وندعمك. ريو فيرديناند عبر حسابي في إنستغرام أيضا كتب معلقا حول هذا الموضوع: أنت بحاجة إلى الحماية، من يحمي فينيسيوس في إسبانيا؟ لقد حصل على بطاقة حمراء بعد أن تعرض للاختناق وتلقى إساءات عنصرية خلال المباراة. وتابع: كم مرة نحتاج أن نرى هذا الشخص وهو يتعرض لهذا الهراء؟ السلطات لا تفعل أي شيء، الناس بحاجة للوقوف معا والمطالبة بمزيد من الحزم من قبل السلطات التي تدير اللعبة. نحن بحاجة إلى نهج موحد لحماية اللاعبين. إلى الأخبار الأوروبية، كذلك أصبح بروسيا دورتموند على بعد انتصار واحد من إحراز لقب البونس ليغا لأول مرة في 11 عاما، وذلك بعد فوزه على أوكسبورغ بثلاثة أهداف من دون رد. ليستفيد من خسارة بايرن ميونخ بثلاثة أهداف لواحد على أرضه أمام لايبزيغ وينتزع القمة بفارق نقطتين عن غريمه البافاري قبل إقامة الجولة الأخيرة. وصعد بروسيا دورتموند إلى الصدارة بسبعين نقطة، مقتربا من الظفر بلقب البونسليغا للمرة التاسعة في تاريخه. دورتموند كان يحتل المركز السادس قبل نهاية 2022 وبدا خارج سباق المنافسة على اللقب، لكنه انتفض بشكل مذهل في النصف الثاني من الموسم، بينما بدأ تراجع بايرن ميونخ حامل اللقب في آخر 10 مواسم. دورتموند بدأ الموسم بشكل غير مستقر، خصوصا بعد تشخيص إصابة المهاجم الجديد سباستيان هالر بالسرطان في يوليو تموز، وانضم هالر لتعويض انتقال إيرلينغ هالاند إلى مانشستر سيتي. لكن بعد الخضوع لجراحات وعلاج كيميائي اضطر المهاجم الجديد للانتظار حتى 2023 ليكون بوسعه المشاركة في المباريات، كما افتقد المدرب إيدن تيرزيتش القائد ماركو رويس لعدة أشهر بسبب إصابة في الكاحل تسببت في غيابه عن كأس العالم العام الماضي. وربما سيصبح دورتموند البطل الجديد للبونسليغا دون أن يسجل أي لاعب في التشكيلة 10 أهداف أو أكثر في المسابقة هذا الموسم. إذن نحن حاليا على موعد مع تنصيب بطل جديد لدرع الدوري الألماني البونسليغا في حال فاز في مباراته الأخيرة على ماينتس، طبعا أقصد بروسيا دورتموند، حتى بغض النظر عن نتيجة نادي بايرن ميونخ مع كولن، سواء كان فاز أو خسر، إذا فاز دورتموند في المباراة الأخيرة أو تعادل سوف يقبض على لقب الدوري الألماني. انتقالا إلى إنجلترا، فاز مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز على ضيف تشيلسي بهدف دون رد من المرحلة 37 من المسابقة في ملعب الاتحاد
وفي مباراة كانت مثالية للاحتفال باللقب. هدف الانتصار الوحيد سجله الأرجنتيني خوليان ألفاريز في الدقيقة 18 ليرفع فريق المدرب بيب غوارديولا رصيده إلى 88 نقطة، وكان قد ضم لقبه بعد خسارة أرسنال أمام نوتنغهام فورست يوم السبت. أما تشيلسي فتوقف رصيده عند النقطة 43 في المركز 12. بهذا نصل وإياكم مشاهدينا على ختام شوط إضافي لهذا اليوم. إلى اللقاء.